بينما يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، يكافح الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة لإطعام أسرهم. وقالت العديد من النساء النازحات في دير البلح بوسط غزة إن العيد هذا العام تغير بشكل جذري بالنسبة لهن مقارنة بالعام الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع لأكثر من 8 أشهر. مش قادرين نوفر أي حاجة كنا نوفرها في السنين الماضية. الأولاد انحرموا حتى إن نجيب لهم لبس العيد الجديد. في الوقت هذا اللي مضحي اللي مش مضحي بكون عنده أقل إشي كمية متوفرة من اللحمة إنه يطعم أولاده في الوقت هذا، لكن في العيد هذا الحمد لله ولا حاجة، لا ملابس جديدة ولا حتى لحمة العيد ولا حلويات العيد. لعبة إنك تفرح ابنك فيها زي زمان مش متناولك إنك تجيب له إياها. عايشين معاناة كبيرة، يعني أكتر حاجة اللي هو فقدان الأهل. يعني إحنا صحيح طلعنا بإرادتنا من الشمال، طلعنا عن الحاجز، شردنا من الجوع اللي كان في الشمال، صحيح طلعنا بإرادتنا بس خلص مجبرين، يعني لأن الأولاد متحملوش. وكان جاي علينا شهر رمضان لما أجينا، بس لقيت يعني بنعاني الحمد لله من فقدان الأهل، فقدان الزوج والأولاد الأبو، وإن الواحد مش قادر يوفر لهم أدنى مقومات الحياة للأكل الصحي. بكفي يعني الحرب زادت وإحنا ما فيش عنا احتمال. يعني هنا أنتوا شايفيننا إحنا وين مكاننا، بيوتنا راحت، إحنا متدمرين نفسيا ماديا، عايشين في خيام، صار أكلنا الوباء، أكلنا الفقر، أكلنا الجوع، ما عندناش أي أساليب إن إحنا نفسيا تعبنا ككبار، كيف صغارنا إحنا عشاننا وعشان صغارنا لازم توقف الحرب.